خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي راكم بخير؟ كلشي مزيان، اموركم هانيه في احسن الاحوال. مرحبا بكم، معكم ابو ريان وفيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على العمل او الشغل في مدينه الدار البيضاء، قلت لكم واحد لوف خدوم بلوا الاخوان، راه هنا اللي الناس اللي كيخدموا جميع يعني الحرف، اللي كيخدم البناء، اللي كيخدم التريسيان، اللي كيخدم بلومبيي، اللي كيخدم جليج، هنا الاخوان راه كاينه الخدمه. اللي بغى يجي يخدم هانتوما كتشوفوا هنايا حدا بالضبط. غنخلي لكم لوكاليزاسيون، اللي ما عرفش البلاصه فين غنقول لكم فين، كاين اللي ما عرفش غنخلي لكم لوكاليزاسيون في صندوق الوصف، تدخلوا مباشره وتشوفوا تشوفوا الموقع. سمحوا لي تعرفوا الموقع بالضبط فين جا. فهاد الموقع الاخوان راه حدا لاتور، حدا لاتور سي اف جي، لاتور سي اف جي ديال الحي الحسني، الطريق اللي كدي مباشره للحي الحسني. كنتي غادي السيرفيس ديال ميل ولا كنتي غادي المحكمه، فهادي الطريق هنايا فيه مساله ولي طرافو ديال التراموي. هادشي كامل اخوان، كلشي اقامات كيتبناو، وكاينه الخدمه هنا اللي بغى يجي يخدم يعني اللي محترف، يعني عنده الخدمه ديال بناي، تريسيان، بلومبيي، يعني اللي قلت لكم جليج، اي حرفه جيو هنا الاخوان وان شاء الله راه تخدموا كما كتشوفوا. شو الموبل قداش وبزاف الناس راه جاو خدموا هنايا، ويوميا كيجيو الناس كيخدموا، راه هذا هو البيرو ديال اللي بغى يجي يخدم. هذا هو البيرو ديال ريكريتمو، راه الواحد كيجي كيجيب السيفي ديالو ولا ما عندوش كيجي يدخل. المهم راه يسنا مو السيفي، راه كيبقى لك حاجه ثانويه. المهم تكون شاد الحرفه في يديك، راه غتجي تخدم اخويا هنايا. جي دفع هادو اقامات، يلاه كملوا. وهادو اللي كتشوفوا على يديكم على اون فاس، هادو راه قريبين، هادو فينيسيون قريب يكملوا. وهادو اللي على اليسار راه مازال كيتبناو ومازال كاين قدام. هاد الشيء راه غير اللي في الواجهه اللي كيبان من هنايا جهتي. من الجهه الاخرى راه كاين الاخوان بزاف ديال لي زيموب اللي يلاه كيتبناو الشركات. انا غايديروا واحد دي زابارتمون، غادي يديروا يعني كارتيير كيما كتشوفوا، ابارتمون دكسيبسيون كارتيير دو لا بلاس فينونسيي ماستريت. هنا واحد غايديروا شركات يعني كما كتشوفوا، واحد لاتور رايت هذيك راه كملات، هذيك ديجا فيها الشركات، حتى هي راه فيها شركات بزاف بزاف اللي بغى يجي يدفع. بالمناسبه هادو كيطلبوا لي نيفو اللي عنده باك بليس ان، باك بليس دو، باك بليس تروا الى اخره. ونتمنى لكم الخير والتوفيق. غنخلي لكم لوكاليزاسيون كما قلت لكم في صندوق الوصف، وجيو دفعوا ديروا في الله، وان شاء الله التوفيق للجميع. اللي كان اي سؤال اي استفسار خليه لي في صندوق التعليقات. الله يوفق الجميع، نهاركم مبروك، جمعه مباركه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.